Good morning, guys. I hope all of you are doing well and good health. صباح الخير شباب ان شاء الله الجميع بخير وعافيه. طبعا اليوم راح اتكلم على بعض الاسئله اللي وصلتنا من الطلاب. مشكورين على هالاسئله راح ابدي فيها. راح اتكلم على السؤال الاول اللي هو calculation heat transfer rate for truncated cone. خلينا نشوف شنو الوضع. For example, a truncated cone 30 سنتيمتر high is constructed of aluminum. يعني شنو هذا شنو truncated cone يعني شنو بنقدر نقول شيء مخروطي بس شنو مقطوع يعني ما كامل. اوكي زين truncated cone بس دير بالك هذا مو مجوف يعني لا صلب كامل يعني ارتفاعه 30 سنتيم the diameter at the top 8 سنتيم and the bottom is get 12 سنتيم يعني داره فوق داره جوا. The lower surface, يعني هنا درجة الحرارة 30 and the upper surface 540 degree centigrade. Big difference. The outer surface of this truncated cone is insulated. هاي مخلي لك اياها بالريد كلر. Pay attention هنا ليش؟ السطح الخارجي لهذا الكون المخروطي الشكل المخروطي فيه معزول insulated. Assuming in one dimension heat flow, اعتبر ان الحراره تنتقل باتجاه واحد. What is the rate of heat transfer radiation rate؟ يعني اريد الكيو، معطينا thermal conductivity 214 للالمنيوم. هنا انتقال الحراره باتجاه واحد وعندنا 540 وعندنا 3 فالحراره جاي تنتقل بهذا الاتجاه، هذا الاتجاه احنا مسمينه اكس. تلاحظوا وياي هنا كان الدايمتر 8. من ادي اي حركه الى الاسفل فور اكزامبل هنا راح يكون الدايمتر يختلف، هنا الدايمتر يختلف، اذا في كل مره الريت ايش فيه؟ مختلف، في كل مره معناته الكروس سكشن اريا مالتي مختلفه. اوكي، خلينا نشوف شلون نحسب الهيت ترانسفير ريت للكون بس هذا الكون مساحه ايش فيه؟ مختلفه. مو كونستانت المساحه، فاريبل. اوكي متغيره في كلها. طبعا الاسامشن طبعا هنا هي ترانسفير وان دايركشن اوكي اللي هو الاكس هنا اختارينا ستيدي ستيت كونديشن كونستانت ثيرمال كوندكتيفيتي وماكو عندي هيت جنريتد. لما يكون عندي ماكو هيت جنريتد ودرجه انتقال الحراره باتجاه واحد ونقدر وستيدي ستيت نقدر نطبق قانون فوري. لما نطبق قانون فوري هنا عندي شنو مساحه انتقال الحراره؟ هي مساحه مقطعيه دائره. اوكي في كل مره تعبر شنو دائره فنعوض باي ار سكوير طلعت لنا لايك ذس. هسه وي كان نوت سولف ذس ايكويشن ما نقدر نحلها لان لازم نوجد علاقه بين الار والاكس لان في كل مره الار ايش بيه يختلف كل ما تحرك اكس الدايمتر يختلف يعني الار يختلف فشلون نحلها؟ اكيد بالاعتماد علينا على تشابه مثلثات. خلينا نشوف شو سويت انا هنا هذا هو الكون اللي عندنا هذا بالضبط اذا اشوفه ان فرونت فيو عندي القاعده 12 الدايمتر مالته وهذا 8 راح اكمل الكون مالتي للاعلى اوكي كملته طبعا هذا اعرف الارتفاع مال الكون مالتي بس ما اعرف الارتفاع الجديد فرط ايش زين طبعا الاكس تدري من هاي دي انتقال الحراره تدري من هنا هنا طبعا في اي مسافه هنا لو اخذ اي هنا الدايمتر ما اعرف فرط دي لا اوكي من هنا اقدر اقول من بدايه الكون لاي نقطه هنا نقدر اسميها اكس. جود. راح اقسم هذا الكون بالاثنين حتى اقدر اسهل الحل عليه. فتلاحظ هنا صار عندي ثلاث مثلثات، المثلث الاول طبعا قسمناه مو كان 12 صار 6 هذا الدايمتر على 2 صار ار، هنا صار عندي 4. فصار عندي ثلاث مثلثات بهذا الشكل. المثلث الاول خليه ببالك وياه الكبير A B C هذا الكبير المثلث الوسط A F G المثلث الصغير A D A زين الفكره شنو؟ لازم اربط بين الار والاكس يلا اقدر احل السؤال اوكي جود فطبعا هاي المعادله مالتنا فاستفاديت فروم ذا سيميلاريتي اوف تريانجلز منو؟ من تشابه المثلثات المثلث الكبير A B C والمثلث شنو؟ الصغير اي دي اي فنجي من تشابه بين المثلثين القاعده مال المثلث الصغير 4 يعني 0.04
على القاعدة كبيرة 0.06. ارتفاع المثلث منو الصغير؟ قد ارتفاع اتش مجهول انا ادور عليه. على ارتفاع المثلث الكبير، المثلث الكبير اللي هو 30 زائد من الاتش. طرفين في وسطين نقدر نحسب الاتش 0.6، فصار عند ارتفاع المثلث منو؟ المثلث الصغير. جود. هاي ما يفيدنا لحد الان، انا اريد اربط بين الار والاكس، اوكي؟ فراح اسوي تشابه مثلثين من المثلث الصغير والمثلث الوسطاني. الوسط. From the similarity بين مثلث ADE والمثلث AFG، القاعدة مال المثلث الصغير جد بوينت اوف فور. القاعدة المثلث الوسط R. ارتفاع المثلث الصغير عرفناه اللي هو H واللي هو 0.06. على ارتفاع المثلث الوسط اللي هو 0.6 يعني ال H زائد ال X هذا. فالطرفين في وسطين، طرفين في وسطين راح يطلع لي علاقه بين من بين الار والاكس. اوكي انا عندي قانون فوريال بي ار سكوير، فنعوض العلاقه اللي اخذناها او اللي حصلناها من تشابه المثلثين اثنين، فنعوضها هنا طلعت لي لاج بس. هسه ممتاز، صارت عندنا هنا اكس ويا الاكس ويتم انتجريشن. هاي المعادله شلون نحلها؟ سيبريشن اوف فاريبل، جماعه الاكس بصفحه وجماعه التي بصفحه. فطرفين في وسطين، تدير بالك هاي 15 راح تتربع، القوس الفوق يتربع، فطرفين في وسطين صارت عندي بهذا الشكل. هسه نقدر وي كان انتجريت، يس وي كان انتجريت، هسه نقدر نسوي التكامل مالت. اوكي. طبعا هذا حتى نكامل تصعد لي فوق راح يصير ماينس 2 بلس 6. ف 225 على باي كي، هذا صارت ماينس 2 دي اكس برشل. حدود التكامل منين؟ من انا من الصفر ادي، انا اريد للكون ما لي شغله بالمثلثات، انا اريد الحراره المنتقله بهذا الكون مالتي، فهو نص صفر، نص صفر المن للبوينت 3 اللي هو الارتفاع. جود. ودرجه الحراره من 540 ل 93. طبعا هذا هنا داله مرفوعه تو ذا باور، مشتقه داخل القوس اللي هي دلتا اكس موجود زيد واحد للاس ماينس 2 على الاس الجديد، فماينس 2 بلس 1 ماينس 1 على ماينس 1 ويساوي لنا هنا تي بارشال تي يصير عندنا تي. فنعوض الارقام مالتنا وند اب وياما، وقيمه مجرد تعويض ارقام راح نوصل الى ان الكيو تطلع لنا 2402.93 واط اللي هي 2.4 كيلو واط. Thank you so much for your watching.